إلى فنان العرب محمد عبده وسوبر ستار العرب ديانا كرزون ضمن فعاليات مهرجان الأردن الأول. ليلة من ليالي العمر اجتمع فيها صوت فنان العرب محمد عبده مع سوبر ستار العرب ديانا كرزون على مسرح مهرجان الأردن في حفل غنائي يجمع عمان بالرياض على أنغام الكلمة ومعاني الشعر. فنان العرب عاد لعمان التي عانقته بعد غياب دام أكثر من 20 عاما، فعاد إليها أكثر ألقا واشتياقا، فكل الأماكن مشتاقة لك، مؤكدا في ذلك معاني وعناوين المهرجان في التلاقي والتقارب بين الأخوات العرب. وأنا حقيقة من أن وطأت أرض الأردن وأنا مبتهج ومسرور جدا بهذا الاستقبال وبحب الناس واستقبالهم لي وهذا البلد اللي لي زمان عنه. حقيقة أنا متشوق جدا أني أراه في هذه الفترة كيف صار وكيف توصل إن شاء الله إلى من حسن إلى أحسن إن شاء الله. وقدمت المطربة ديانا كرزون أداء غنائيا تناغمت فيه الموسيقى العذبة مع الكلمة المعبرة، فحركت الجمهور الذي تفاعل معها في ليلة فرح تاريخية.